مشاهدينا ننتقل لمتابعة كلمة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. A mindless minority of thugs. أقلية تعاني يظنهم أن يمكنهم أن يقوموا بهذه الفوضى. يقومون بترويع الأقليات. يقومون بتدمير المنشآت الخاصة. يحاولون حتى أن يقوموا بإطلاق هذه الحرائق في المباني بينما يوجد أشخاص داخلها. لقد تم الحديث حول هذا الأمر كثيرا. هذه الفوضى التي تحدث في شوارعنا ليس فقط في المراكز ولكن في كل مكان. أولئك نحن ندين أولئك الذين يضحون بحياتهم لأجل هذه البلاد. هذا ليس اعتصام أو مظاهرات سلمية. هل هذه جرائم تبعات؟ ولكني أيضا لن أسمح بحدوث هذا تحت أي ظروف، ولن أستمع إلى أولئك العائلات التي لم تحترم المحليات. هذه الحقوق وهذه الأمور لم تحدث من فراغ. إنهم يهددون أمن بلدنا. هذا المجتمع، هذه المؤسسات التي لطالما عملنا على قيام بها، هذه العقود من الانقسام التي تأثرت بهذه الأفكار للحكومة السابقة. كل مرة يواجهوا أي مشكلة يفشلون في أن يكونوا صادقين. يتحدثون بهذه الأمور التي تؤدي إلى مزيد من الفشل في مرات متكررة. هذه هي السياسة السابقة. لقد شاهدت بداية هذا في العودة إلى 2011 حين بدأت هذه الفوضى في لندن ومن ثم إلى عبر البلاد. أيضا تحدثت عن بعض الاستدعاءات، وحين أنظر إلى هذا الوقت في الماضي أتفهم كم كنا بعيدين، لأن الاستجابة إلى هذه الحقوق كانت مطلبا هاما، والتعامل مع هذا الأمر في الوقت الحالي هو أصعب. في العودة إلى 2011 لم أتوقف عن أهمية أظن في ضرورة معالجة هذه الأمور. وهذا الوقت إنه وعد، وحقيقة لا أعلم. وأخبركم جميعا أن كل يوم في هذا الاضطراب الحادث يجب أن نتأكد أن عدد المسجونين وأين هذه السجون، للتأكد من أننا قادرين على اعتقال أي شخص يقوم بهذه الجرائم، ليس فقط بشأن أماكن وعدد الموجود في السجون، ولكن أيضا حول هذا الفشل الاستراتيجي الذي يمكن أن يحدث. العديد من الناس يرمون الحجارة على الناس ويقومون بتطبيق هذه التهديدات. هذا ليس النظام الذي يخترق. إنهم يتحدون، يراهنون على هذا. إنهم يظنون لن يعتقلوني أبدا، وإذا فعلوا هذا سيكون هناك العديد من الملاحقات وسيكون هناك قوانين ومحاكمات. بعد 14 شهرا من الفشل، هذا هو الإرث الذي قد وجدناه، ليس فقط بشأن الاقتصاد ولكن أيضا هذا الاختناق الاجتماعي. ولهذا يجب أن نتخذ بعض الأفعال ونقوم باتخاذ المسار المختلف. وجزء من هذا أن نكون صادقين مع الشعب حول الاختيارات التي تواجهنا. كم سيكون هذا صعبا؟ وصراحة سوف تسوء الأمور قبل أن تصبح أفضل. لا أرغب في إطلاق سراح المسجونين سريعا. لكن لأكون واضحا، إذا لم نتخذ هذه الإجراءات الصعبة الآن لن نكون قادرين على التعامل مع هذه الحقوق الضرورية. وإذا لم نتعامل مع المشاكل حول الحدود لن نكون قادرين على معالجة الأمور المؤسسية في هذا البلد كما نحتاج.
وأيضا بخصوص ما يحدث في الوقود، هناك اختيارات لابد أن نتخذها، إجراءات لابد أن نتعامل معها بشأن هذه المال العام. لأن أيضا فيما يخص التقاعد لابد أن يتم معالجة هذا الأمر، وأن يكون هناك معالجة للبنية التحتية. هؤلاء يرغبون أن يستطيع أطفالهم وأحفادهم بالحصول على تعليم جيد، وأن يكون هناك فرصة لشراء المنازل الخاصة بهم. لذلك لابد أن نقوم بتخطي بعض الإجراءات الصعبة لمعالجة مشاكل المال العام ليستفيد الجميع على المدى البعيد، من بينهم مشاكل التقاعد، وهذا أمر صعب ونحتاج إلى مزيد من الدعم. أرغب أن يكون هنا ربما يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التي لن تعجب الجميع، ولكن سيكون لهذا مصلحة على المدى البعيد. هذا ما تعنيه خدمة الحكومة. لا يجب أن هناك دولة يخاف فيها الناس حين يمشون في الشوارع. لقد شاهدنا ما يحدث في التلفاز. لا يجب أن يكون هناك دولة حيث رئيس الوزراء لا يمكنه أن يضمن أماكن في السجون. لا يجب أن يكون هناك دولة حيث هناك ناس يدفعون المزيد من الآلاف لأجل الرهن العقاري، أو لا يوجد مكان في مستشفيات حيث يحتاج الناس للعلاج اللازم. لا يجب أن يكون هناك دولة لا يستطيع الأطفال فيها العمل في أن يحصلوا بتعليم يناسب تعليمهم. هذا هو الإرث الذي تركته لنا الحكومة السابقة، هذا الاختناق الاقتصادي. هذا حول مستقبل الناس، مستقبلكم وحياتكم. ولازلت أرغب في أن أكون صريحا معكم. إنهم يعلمون ما قد فعلوا، يجب أن يتقبلوا هذه النتيجة وهذه التكلفة التي جعلوا البلد يعيشوها. إنهم لازالوا يفكرون حول أنفسهم فقط. هذه الحكومة لطالما أرادت أن تبقى مثالية، ولكني أعدكم بهذا، أنتم ستكونون أهم أهدافنا في هذه المرحلة في مركز أي شيء نقوم به. ولهذا أود أن أدعوكم هنا اليوم أن تظهروا أولئك من يعملون بجد، أولئك الذين يعدوا شريان هذه الدولة، الذين يعملون لبنائها. هذه الصور الموجودة هناك للغذاء، هذه الحديقة في هذا المبنى، وأنا أعتمد على خدمتكم. لم تعتمد الحكومة السابقة فقط على الأفكار السيئة، هناك أمور قد حدثت حين لم تستطع الحكومة التركيز على أولئك العمال الجادون. في هذه الأثناء كان هناك بعض الأمور التي قد حدثت فيما يخص الشرطة والنظام القضائي. الآن أنا أطلب منهم العديد من المطالب الضرورية. دعوني أخبركم هذا، لقد استطاعوا تلبية هذه المطالب. إنهم يستحقوا أن نشكرهم، ولهذا سوف أتحدث إلى بلفاست ولامبث لأشكرهم شخصيا، لأشارك أولئك الذين قد ظهروا أولا لتلبية هذه المطالب. إنهم يستحقوا حكومة يستطيعون الوثوق بها والعمل معها. هذا هو نوع الحكومة التي سنكون عليها، حكومة لا ترغب في أن يؤمن بها الناس، حكومة صادقة حول التحديات التي تواجهها وتعمل عن كسب لتحقيقها، وهكذا سوف نستمر دوما في العمل. الأسبوع القادم البرلمان وأيضا ما يخص السياسة سوف يستمر، لكن لن يكون هذه الأعمال المعتادة.
things will have to be done differently. سيتم معالجة الأمور بشكل مختلف. سيكون هناك عمل جاد لمحاولة ردع 14 عاما من هذا الفشل. بين الآن ورأس السنة سوف نكمل هذه المهمة بالأفعال ليس بالكلمات. سوف نقوم بإجراء التشريعات واتخاذ القرارات لحماية الأموال ولمعالجة هذا الاختناق الاقتصادي ولبناء المنازل. سوف نعمل للحد من خطر الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمجموعات، وسوف أيضا نقوم بالعمل عن طريق شراكات لأجل جيل لضمان الكرامة والأمن واستقرار العمل. وأيضا سنعمل مع دافع الضرائب ولعمل طاقة نظيفة. هذا هو تركيزنا وأهدافنا الواضحة لبقية العام. وسأكون صادقا معكم، هناك مشروع للميزانية سيخرج في أكتوبر وسيكون مؤلما. ليس لدينا خيار آخر بالنظر إلى الواقع الذي نعيش. هناك مشكلة كبيرة على الحدود، ويجب أن نقوم بدفع هذا الدين الثقيل. يجب أن يقوموا بدورهم.